أشرف مدغير الإدريسي مختص في طب الجلد بالرباط. صباح الخير، أهلا وسهلا بك، مرحبا. صباح الخير ومرحبا بكم بالمستمعين اللي كيشرفونا كل صباح وكيعطيونا الخاطر ديالهم كيسمعوا لنا، وكنتمنوا اننا نجاوبوا على الاسئله ديالهم. مرحبا دكتور، ونبغي نشارك معك واحد الذكريات طفوليه، الا وهي ملي كنا صغار دكتور كان شي حاجه فينا نظيره، يعني كتلقى البشره نقيه، كتلقى الشعر غني وكثيف، ولكن مع الايام ومرور السنين الحياه كتاخذ بزاف ديال الحويجات وكتاخذ بزاف ديال النضاره اللي كانت فينا دكتور اشرف الودغيري الادريسي، ومنها الشعر. الشعر كيتبدل مع مرور الزمن ومع لاج ومع السن كيتبدل. واش هاد العلاجات الممكنه اليوم ممكن ترجع هاد النضاره هذه للشعر دكتور اشرف الودغيري؟ بالفعل يعني العمر لاج السنين عندها الثقل ديالها، وايضا الهرمونات يعني هذه المقدمه ديالها كتمكنني انني ندخل في الموضوع ديال الهرمونات، لانها الجسم ديال الانسان غيعرف طيلة الحياة ديالو واحد المجموعة من التغيرات الهرمونية، فما بالك الجسم ديال المرأة اللي غتعرف واحد الفترات فيها واحد الزلزال هرموني، كنتحدث على المراهقة، كنتحدث على الحمل، كنتحدث على الاقتراب من سن اليأس او سن الامل، يعني كاين يعني واحد الى غير ذلك العادة الشهرية، يعني واحد المراحل واحد تغيرات واحد الاختلالات وتغيرات في الهرمونات وفي بعض الهرمونات ديال الجسد ديال المرأة اللي غتأثر على واحد المجموعة من الأشياء في الجسم ديالها، بما في ذلك الشعر، لأن الشعر يحتوي على مستقبلات هرمونية. خصنا نعرفوا أن الشعر ديالنا فهو يحتوي، كل شعرة تحتوي على مستقبلات هرمونية تجعل أن هذا الشعر يتغير في الكثافة ديالو، في التساقط ديالو أو لا، في الجودة ديالو كما قلتي، أيضا في التكستور ديالو، في النشوفية، في اللمعان، في واش مزيت أو لا، على حسب المعدلات الهرمونية الموجودة في الجسم. إذن الشعر هو تحت تأثير مجموعة من الأشياء بما في ذلك الهرمونات. طيب، يعني هاد الهرمونات تؤثر بشكل مباشر يعني في هذا التغيير اللي كيوقع مباشر بالفعل. نعم. مباشر. نعم. إذن العلاجات الممكنة، واش ممكن يعني تحل هاد المشكل مثلا ديال الهرمونات، غدة درقية اللي تكلمنا عليها البارح، نقص مثلا في الحديد، واش ممكن والعلم تطور لهالدرجة أنا نحصل على شعر يعني ديال هذه 20 عام دكتور أشرف؟ ممكن أننا نحصل على شعر جيد جدا، مع العلم أنه يعني كاين ناس صغار اللي كيعانيوا من مشاكل ديال الشعر. مشاكل الشعر لا تخص فقط الناس بعد 20 سنة، كاين مراهقين، كاين أطفال كيعانيوا من مشاكل ديال الشعر، كاين أمراض جلدية تصيب الشعر قد تؤدي إلى تساقط ديالو. يعني ما نساوش بأنه جميع الشرائح بمختلف الأعمار ديالك ممكن أنها تصاب أمراض تتلف الشعر أو تنقص من الجودة ديالو أو تؤدي إلى التساقط ديالو. كاين يعني الهرمونات كما قلنا، العلاجات ضرورية جدا، لأنه كثير من الحالات كتوفد علينا الناس اللي عندهم مشكل مثلا ديال تساقط هرموني وراثي، او مثلا نساء اللي عندهم واحد المجموعه من الاعراض تدل على وجود مشكل هرموني، ولكن مع ذلك عدم التشخيص الصحيح او ما يسمى بلوتو ميديكاسيون، التطبيب الذاتي، يعني الشخص كيبقى كيجرب راسه، الى نصحوه بالدواء الفلاني، الى كانت السيده صديقه ديالها كدير شي حاجه كتقول لها جرب هذه، وكيبقى واحد الواحد يضيع الوقت. الاعشاب ايضا، لي ماسك، يعني كاين امور اللي ممكن تكون مزيانه، ولكن في حالات بسيطه ديال تساقط الشعر، ولكن في حالات اللي هي متقدمه او حاده فهو لا ينفع، بل على العكس ممكن ان بعض الامور اللي هي تسمى طبيعيه ممكن تعطي واحد الضرر.
اذا هنا ما نفقدوش الكثير من الوقت، نديروا تشخيص صحيح. ممكن انه الطبيب يشخص ان هذاك المشكل الهرموني، بالخصوص مثلا كاين النساء اللي كيعانيو فقط من تساقط شعر، ملي كتجي عندنا سيده غير كتجلس امامنا فكنشوفوا ديجا بان كاين واحد المجموعه من العلامات. هناك مثلا وزن شيئا ما زائد، او في بعض الاحيان صعوبه في فقدان الوزن. كان ممكننا نلقاو ايضا مثلا شعر زائد على مستوى الجسم، بالخصوص في بعض المناطق اللي هي رجاليه محضه ماشي نسائيه، مثلا لاموستاش، الدقن، لي ماملون في لسان، يعني في لالين بلونش، يعني في الفونتخ ديالها عندها واحد في المنطقه ديال الحزام. يعني كاين مناطق اللي هي نورمالمون المراه ما خصش يكون عندها فيها شعر تما، او يكون خفيف جدا. كنتفاجئوا كنلقاو بان هناك شعر زائد، هناك وزن زائد، هناك تساقط شعر، هناك شعر اللي هو مزيد شيئا ما او مزيد كثير. هناك ايضا اختلالات في العاده الشهريه، سيده كتقول لك بان العاده الشهريه ديالها غير منتظمه، يمكن لها تاخر لمده كثيره، او يمكن لها تجي في بعض الاحيان مرتين في الشهر. اذا هنا طبيب الى سمحتي لي بهذا لو تيرم هذا كنشموا بان كاين هناك اختلال هرموني. الا كان هذا الاختلال، يعني هذه المجموعه هذه الاعراض كلها موجوده، فهنا كنفضلوا اننا نطلبوا بعض التحاليل الهرمونيه. لان حتى المشكل الهرموني ما فيهش مشكل واحد، كاين عده مشاكل ممكن تكون. ممكن يكون مشكل ديال تكيس في المريض، ممكن يكون مشاكل ديال الغده الكظريه، ممكن يكون لا المبيض ولا الغده الكظريه ما فيهم ادنى مشكل، فقط المستقبلات الهرمونيه كتاخذ ذاك الهرمونات الذكوريه اللي عند المراه بشكل مرتفع. اذا هنا في بعض الاحيان الطبيب قد يقرر انه يطلب بعض التحاليل الهرمونيه، كمعدل التستوستيرون الحر على مستوى الدم، ممكن يطلبوا البروجستيرون، ما يسمى بلا 17 هيدروكسي بروجستيرون، هي واحد لو ديريفي ديال لا بروجستيرون. يمكن نطلبوا ايضا واحد ما يسمى بلا تي هيدرو تيستوستيرون، اللي هو واحد يعني لو ديريفي حتى هو ديال التستوستيرون. اللي هاد كلها هاد التحاليل اللي ممكن اولا كونفيرمي واش كاين مشكل هرموني او لا، وثانيا تعطينا شنو الحده ديالو. باش هنا ضروري ان جميع العلاجات اللي غادي نديرو بما فيها العلاجات الحديثه الا بغيناها تكون يعني فعاله، ضروري انها على الاقل في الفتره الاولى تكون مرفوقه ببعض العلاجات الدوائيه اللي هي هرمونيه اللي غتقاتل لنا هذا المشكل. وانا متاكد ان النساء اللي كيتصنتوا لنا دابا البعض منهم غادي يعرف راسو، غادي يعرف راسو في هذا التشخيص اللي قلنا، لانه غيقول مع راسه بالفعل انا عندي جوج ولا ثلاثه من هذه الاعراض اللي تكلمنا عليها. ناخذ مكالمه هاتفيه سمحتي دكتور اشرف. سوريا من وجده، صباح الخير سوريا، اهلا وسهلا بك. صباحك مبروك، والله يسعد ربي يخليكم لينا، دائما كتنورونا دائما وصباح الخير على الدكتور. مرحبا. صباح الخير لاله سوريا، يخليكم لينا. الله يحفظك لاله، تفضلي تفضلي لاله، شنو المشكل اللي كاين؟ هو المشكل يا شعري هادي درك عامين ولا ولكن سوريا مشى الاتصال بها، ولكن دكتور جاني سؤال في الفيسبوك، هذا زكريا كيسول، قال لك عنده صلع وراثي، الوالد صلع وعنده خوته كبر منه ثلاثه الدراري حتى هما بين فيهم الصلع، منهم واحد عنده 37 سنه 33 سنه 30 سنه، وخوه كذلك اللي عنده 21 سنه صغر منه حتى هو بدا فيه الصلع. سؤاله دكتور، وانه احنا هنا غير باش نجاوبوا على الاسئله، كيسول شحال خاصو ديال الفلوس باش يرجع ليه شعره دكتور اشرف الهدغيري. الناس كتسول على الماده اكثر، لانه فعلا ربما العلاجات كتكون مكلفه دكتور اشرف. كاين شوف علاجات بالفعل كاين امور اللي هي مكلفه، ما احنا ما كنكروش، ولكن يعني هاد الشيء الا بغينا العلاج يكون فعال فكاين مينيموم. يعني لانه هاد العلاجات هذه هي اصلا
المواد اللي كنستعملوا نعم. كتكون هي ايضا هي مكلفه. نعم نعم هذه من جهه ماشي بالضروره، راه كاين حلول اللي هي غير مكلفه. نعم ماشي كل شيء مكلف، يعني كاين امور بعدا ممكن دار اللي هي التكلفه ديالها ماشي عاليه. نعم. كاين بعض الادويه اللي العلاج ديالها يعني اللي رومبورسي، يعني نعم. كيرجع في التعويضات ديال لي لاسورونس. اذا كاين ما يدار، كاين امور ممكن دار. حنا دائما كنتاقلموا على حسب الشخص اللي معنا. نعم. ماشي كنقولوا يا اما كاين الماده عندك علاج، يا اما ما كاينش الماده راه ما عندكش علاج. لا، حنا اطباء الهم ديالنا الاول هو نحاولوا نعالجوا الناس. اذا نعالجوا الناس هذا يعني اننا كاين عده حلول اللي كيتسنى الانسان انه يديرها. نعم. هي اللي النصيحه الوحيده اللي غنعطي لزكريا. نعم. قلتي لي شحال في السن ديالو؟ تكون عنده 24 سنه تقريبا. 24 سنه. فالصلع ولا التساقط الوراثي عند الرجل هو مشكل جيني. وانا كنقول ديما الناس دائما باللي كنزادوا فعندنا واحد لوغلوج جينيتيك، واحد الساعه بيولوجيه جينيه كتحدد تقريبا وقتاش غيبدا هذا المشكل ديال التساقط الوراثي. نعم. وش من سرعة. نعم. هذا لا يعني، أنا دائما ملي كنقول للناس هذه الجملة كنتبع لها واحد الجملة أخرى، كنقول لهم ماشي حيت هو جيني وراثي فهذا معناته أن ما يمكننا نديرو والو. كاين علاجات ممكن توقف هذا المشكل، ممكن تعطل منه، ممكن ترد لنا الخلفة. إذا كاين أمور ممكنة، ولكن كنقول ديما للناس إلا كان شعركم عزيز عليكم وفي المظهر ديالكم وفي النفسيه ديالكم له دور كبير، فما تنتظروش حتى يولي الصلع متقدم. طيب نبداو العلاجات. نعم. بكري. نعم. باش ما نضطروش نمشيو للعلاجات اللي هي. نعم. اللي هي مكلفه جدا. ثانيا لا ديسيبلين، التساقط الوراثي كيبغي واحد لا ديسيبلين في العلاج وواحد النفس طويل. نعم. لانه مشكل غيواكبك طيله الحياه، ولا بغيتي حنا ما غاديش، ماشي بحال بعض الامراض اللي غنعالجوها غير في واحد الوقت. نعم. وغنبراو منها وصافي ما بقيناش نتكلموا على هذا المشكل. التساقط الوراثي هو مشكل مزمن. نعم. اللي خصو علاجات اوليه للتوقيف ديالو وباش نردو شويه ديال الخلفه وداك الشيء اللي مشى، ثم علاجات اللي تبقى تحافظ لنا على النتيجه. نعم. تحافظ على داك راس المال اللي بقى. سوريا من وجده باقا معنا. دكتور سوريا، سوريا كنت السلام عليكم. باقا معنا يا كاينه. يلا يلا واه يلا بسم الله بسم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. واسم قلت لك هذه عامين بدا يتساقط لي، واسم السبب كنت شريت واحد الصبغه لان شعري بعد مع دات 45 عام. وقلت لك بقى يبانوا دوك شيب شيب. ايه. شيبات. ايه. لا هي مزيان، ولكن انا زعما بغيت هذا، شريت واحد الصبغه شاطن بعدا. إيه. شعري شاطن. إيه. قلت نديرها. إيه. جات الوالده ديالي كنا غاديين للحمام، دارتها لي هذا، جيت من الحمام ما ديتهاش فيه، غدا ليه بقى وجهي بعدا يتكلع منه بحال اللي نشف التهاب. واه نشف. إيه. انتيا نشفوا كل شيء نشف. انا بعدا مزيتها. إيه. هذا بشرتك دهنيه. ايه تعرفي عييت ندير الزيت والو، عييت ندير كريم نيفيال وجهي، عييت هذا. ايوا عاد تفكر بلي ان ديك الصبغه هي سبب شعري صافي ولا حالته. واتمنى نقول لك دكتور صافي ما قديش نقول. نعم. بقيت ندير الزيوت بقيت هذا والو بقى يتساقط. نعم. وباقي حتى الان كان عندي. نعم. كان عندي بزاف كتيف. نعم. وبقى بغزاري هذا. علما انا كندير فولار، ولكن ماشي سبب الفولار. نعم. ومن العامين كندير هذا ودروك هذا كيطوال. ولكن ما من المقدمه كيخوان خفاف. ومن نغسلو كنخاف. نعم. كان ما كنديرش بزاف المشطه، كنخاف عليه كيتسلق نعم كيتكيسي عليه. لالا صحيح. واخا نشوفوا الدكتور اشرف الودغيري باش ممكن يجاوبك او يسولك. تفضل دكتور. الو باش نقول لك يعني سنتين من بعد الصبغه ماشي من المحتمل انها تكون الصبغه مازال هي اللي عاطيها التساقط، لان بحال اللي تكلمنا البارح كاين المشكل ديال لي فلوفيوم تالوجين اللي هو تيجي تقريبا في غضون شهرين حتى لثلاث اشهر بعد
واحد التوتر او بعض مثلا شي حاجه اللي عطات واحد الضرر على مستوى الشعر، وهذا ممكن يكون ترطيب، ممكن نعم. يكون صباغه نعم. يعني صباغات اللي كيهلكوا الشعر كينشفوه كيحرقوه لان فيها خصنا نعرفوا بان فيها مواد كيماويه نعم. فيها الامونياك نعم. بعض المرات كيكون تشويه الفورمالديد، اذا نعم. كاين مواد اللي هي مضره نعم. جدا نعم. للشعر. داكشي باش انا كنقول ديما للناس الا كانت الصباغه اللي كديروا كدوم اكثر من شهر فمن المستبعد انها واخا يكتبوا فيها طبيعيه فهي غير طبيعيه. ضروري ان يكون فيها بعض المواد الكيميائيه اللي تحافظ على داك الصبغه وتخليها ملتصقه بالشعر. اذا ولكن في الحاله ديال سوريا الا ما كانش عندها اي اسباب اخرى للتساقط كان خاص ضروري انه بعد 6 أشهر من مور هاد الصبغه كان شعرها خصو يولي مزيان واخا ما دير له حتى شي علاج توقف التساقط. اذا هنا هذا معناته في الحاله ديال سوريا هناك اسباب اخرى هناك مشاكل اخرى، ما يمكنلاش تبقى ديما تقول راه داك الصباغه لان هذه سنتين دابا. اذا دابا خصها دير تشخيص لانه 90% ولا 100% كاين مشاكل أخرى. ممكن نعم. يكون مشاكل هرمونية، ممكن يكون تساقط وراثي بدا نعم. لأن قالت عندها سن 45 سنة كنظن نعم. ممكن يكون مشاكل ديال مثلا ممكن يكون عندها فقر دم نعم. إذا من الأفضل أنها تشخص وما تبقاش تقول دائما لا راه هذيك الصباغة لأن داز واحد الأمد طويل اللي نعم. كيجعل أننا نقولوا ماشي مشكل ديال الصباغة. طيب واضح دكتور أشرف الودغي الإدريسي ومشكورة سوريا. دكتور غدا نوصلوا معك بإذن الله إن شاء الله الموضوع. مشكور جدا، إلى اللقاء.